التحكم في الغضب وضبط النفس. يمكن للشخص الأكثر هدوءاً وتوازناً أن يواجه نوبات من الغضب، وهو شعور يحتاج إلى التعامل معه واللجوء إلى طرق للسيطرة عليه وإدارته. وإليك بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على هدوئك حتى عندما تشعر بالغضب، وفقاً لموقع تايمز أوف إنديا. إليك 8 نصائح للسيطرة على الغضب والهدوء. 1. تنفس بعمق. عندما تسيطر عليك مشاعر الغضب، تنفس ببطء، حيث يساعد التنفس العميق على استرخاء عضلاتك وتهدئة أعصابك. 2. المشي. يساعدك على التحكم في غضبك، لأنه لا يريح عضلاتك فحسب، بل يساعدك أيضاً على الهدوء. علاوة على ذلك، يمنحك أيضاً وقتاً للتفكير العملي والتصالح مع الذات. 3. شد عضلاتك. يمكن أن يؤدي الغضب إلى شد عضلاتك وإثارة نوبات الغضب، ولكن مارس تمارين الإطالة واسترخاء المفاصل لتقوية مجموعات العضلات المشدودة. 4. قضاء الوقت وحده. إذا كنت قد خط شجاراً شخصياً أو أثناء مكالمة، فمن المهم أن تأخذ بعض الوقت بمفردك. ادخل إلى غرفة هادئة وتجنب الأشخاص من حولك، سيمنحك هذا السلام الذي تحتاجه والوقت للتفكير. قبل أن ننتقل إلى النصيحة الخامسة، أخبرنا في التعليقات عن بعض الاستراتيجيات الخاصة بك والتي تستعملها للسيطرة على الغضب والهدوء، ولا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة المقطع مع أصدقائك. دعونا الآن نكمل حلقتنا. 5. اكتب المشاعر. عندما تكون غاضباً من فعل شخص ما، يمكنك دائماً كتابته، وكتابة مشاعرك وعواطفك يزيل بعض العبء الذهني والتوتر، وهو بديل للهروب، ويمكن أن تهدأ العملية. 6. تحدث إلى صديق موثوق به. يمكنك دائماً التعبير عن مشاعرك الفورية لدى أفضل صديق. إن مشاركة شخص ما وإخباره بما تشعر به هي دائماً طريقة مفيدة للتعبير عن غضبك. 7. درب العقل على رؤية الجانب الإيجابي. كما هو معروف، فكل عملية لها وجهان. يمكن أن تغضب من شيء قد يكون نتيجة سوء فهم، لذا حاول ألا تتوصل إلى نتيجة فورية، بل حاول مناقشته مع الطرف الآخر. 8. التعاطف مع الشخص. لا توجد طريقة أفضل للبقاء هادئاً من التعاطف مع الشخص، على الرغم من أنه ربما يكون قد خيب ظنك على مستويات لا يمكن تصورها، إلا أنه من خلال وضع نفسك مكانه يمكنك إيجاد أرضية مشتركة.